الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم الدكتور صلاح بن محمد الخراج، أصحاب السعادة مدراء القطاعات الصحية والمستشفيات ومدراء الإدارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نرحب بكم أجمل ترحيب في احتفال معاينة منسوبي الشؤون الصحية بمنطقة القصيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، والذي يجتمع به منسوبي صحة القصيم من جميع المواقع الصحية سعياً للتواد والتعاطف والتراحم بينهم بعضهم البعض بكل صفاء ومحبة. ونسأل الله العلي القدير أن يجازي كل خير من سعى إلى هذه اللقاءات الجميلة المباركة. الآن نستمع لكلمة توجيهية من سعادة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور صلاح الخراج بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمكم جميعا زملائي بالشؤون الصحية نتقدم بالتهنئة الخالصة لولي أمرنا وولي عهده وولي ولي عهده وأميري المنطقة بالعيد المبارك، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. ثم نتقدم لهم جميعا بنجاح حج هذا العام، والذي تعرفون جميعا أن هذا الحج لهذا العام هو مختلف عن بقية الأعوام الماضية، فقد اعتراه كثيرا من الأوبئة التي أقلقت حكومتنا الرشيدة وأقلقت العاملين في القطاع الصحي. ولا يخفى عليكم الأوضاع الراهنة الموجودة حول المنطقة جعلت من حج هذا العام عاما مختلفا، فنحمد الله سبحانه وتعالى. وقد ظن الظانون
وظن المخذلون أن هذا الحج سيكون فيه ما يكون، ولكنهم نسوا أن هؤلاء هم ضيوف الرحمن وليسوا ضيوف المملكة فقط، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. أنتم تعلمون في كل عيد أقدم لكم كلمة تخرج من قلبي صادقة لكم لمحبتي لكم، ودعوني أقول لكم كلمة كنت دائماً أهمس بها إلى زميلي الأستاذ محمد الدباسي أعاده الله من سفره سالماً غانماً. في كل شعبان من كل عام قبل رمضان أجلس بيني وبين نفسي وأعاهدها قائلاً لها: اللهم إني قد عفوت عمن ظلمني ومن أساء إلي وقد أبحت له عرضي. ففي السنوات الماضية كنت أرددها، ولكن نفسي لم تسامح شخصين هم تعرضوا لي ولبعض الزملاء اللي موجودين في الشؤون الصحية، لم أستطع أن أبيحهم. ولكن في خطبة العيد لهذا العام ما انتهت الصلاة إلا وقد استبحت عرضي لهما، وأقول لكم ما السبب. الخطيب جزاه الله خيرا قد أتى على قصة حادثة الإفك، وحادثة الإفك كما تعلمون قد خاض بها المنافقون بعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خاض المنافقون ومن ساق معهم بعرض النبي صلى الله عليه وسلم والصديق صديق هذه الأمة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه له ابن أخت اسمه مصطح، وهذا مصطح كان أبو بكر الصديق ينفق عليه، وهو ممن كان خاض في حادثة الإفك. فأبو بكر الصديق قرر أن لا يعطيه من المال، فهو لا يعتمد على الله إلا على مال أبي بكر الصديق. فالله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا بذلك قائلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم. ومن ثم أنهى الآية الله سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر الصديق: أحب أن يغفر الله لي، وأعاد ما أعاد إلى مصطح. والله هذه الآية قد هزتني كثيرا وقد جهدت نفسي كثيرا لأن أغفر لهذين الشخصين في كل عام، ولكن بعد هذه الآية أشهد الله سبحانه وتعالى ثم أشهدكم أني قد استبحت عرضي لهم. النقطة الثانية: هناك آية من القرآن جميعا نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي كل عام حينما تقرؤون القرآن تقرؤون آية وتشعرون أنكم كأنكم تقرؤون هذه الآية لأول مرة، وهذا من إعجاز القرآن. لو حدثنا أحد من الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة العثمانية بقول الله سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ما استشعروا هذه الآية. لماذا؟ لأنها كانت الدولة مبسوطة نفوذها. ولكننا نحن اليوم نشعر حينما نقرأ هذه الآية: أولم نمكن لهم حارما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. انظروا حولكم من الدول حصل فيها ما حصل من البلبلات والمآسي والويلات، الذي نحمد الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا على هذه النعمة. ما الذي تريده يا دكتور من طرح هذه الآية؟ أقول لكم صاحب النعمة
لا يشعر بالنعمة إلا إذا فقدها. نحن جميعاً نعمل بالقطاع الصحي، نحن كل يوم نصحى ونأتي إلى العمل على قدمينا، فنحن لم نشعر بنعمة الأقدام لأننا لم نفقدها، وكذلك الآخرون هم لم يشعروا بنعمة الأمان والأمن، ولذلك هم يشعرون بما نحن فيه من نعمة. فأنا أقول لكم جميعاً، نحن بنعمة عظيمة نأمن فيها على أهلنا وأولادنا وأعراضنا، وهذه من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى. وأقول لجميع المخذلين وبعض الإعلاميين الذين ينتقدون بين الفينة والفينة، وأقول الذي يقول أن العمل جميعه صحيحاً فهذا إنسان لا يعلم. نحن نقول نحن في خير عظيم، وهذه الخير والنعمة، وهذا الخير وهذه النعمة لن تستمر إلا بالشكر، بشكر هذه النعم. في يوم من الأيام وفي أحد الدروس عند فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجميع أموات المسلمين، كنت حاضرا في درس عنده، وحينما انتهى الدرس أمر الموجودين بإغلاق المسجلات وقال لا أسمح لكم بأن تسجلوا. زاد انتباه الناس، ما الذي يريد أن يقوله؟ فأخذ فضيلة الشيخ رحمة الله عليه يثني على الملك فهد رحمه الله تعالى وعلى توسعة الحرمين وعلى العمل لهم، وأن هذا من أجل الأعمال. الشيخ أراد أن يوصل رسالة، نحن ولله الحمد نختلف عن جميع البلدان العالم، اعلموا وأنتم تعلمون لأنكم في الشؤون الصحية، الدولة من شهر ثمانية إلى نهاية شهر ذي الحجة وهي تعمل للحج. الصحة سيارات الإسعاف نوقع أوراقها من شهر شوال، أعمال الحج نقوم فيها من شهر شوال. هذا الجهد جهد عظيم وعمل جبار، وتكلل بالنجاح بنعمة من الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول لو تقرؤون جيدا هذا التاريخ وهذا العمل المبارك الذي نقوم به جميعا لحمدتم الله سبحانه وتعالى على هذه الخدمة. وأنا أذكر أحد الزملاء أرسل لنا مقطعا يقول فيه شكرا للمملكة حكومة وشعبا على المواقف الجليلة التي يقوم بها الشعب السعودي والعاملين اللي موجودين، فافخروا أنكم من هذه البلاد، واعملوا في المجالس والمواقع ولا يؤتى المكان من قبلكم. والله إن يقول لكم هذه الكلمات والله لا تزلفا وصادقا، لأنني أعلم ما الذي يدور حولنا. فأحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. واسمحوا لي أن أقدم شكراً لمستشفى الولادة والأطفال لمشاركتهم اليوم لنا بالعيد، واسمحوا لي أن أقدم شكراً لزملائنا بالعلاقات العامة، الأخ تركي اليوم هو حامل اللواء، فشكراً لك ولفريق العمل. واسمحوا لي أن أقدم شكراً ثالثاً للزميل خالد البريدي، أنتم تعلمون الرجل يجول المنطقة وهو كان ينتظر مولوداً. أنا تفاجأت بالخبر ولم أعلم أنه ينتظر مولوداً، ولكنني لم أستغرب على هذا الرجل هذا العمل. فاسمحوا لي باسمكم جميعاً أيضاً أن أقدم له هذا الشكر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا العز والأمن والأمان، وأن يوفقنا وإياكم لخدمة المرضى في هذا العمل العظيم الجليل الذي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعد سعد كرب الدكتور قبل ما ننام. بس سلطان الدكتور كان واحد انت
حضور بالمستشفى والجمع والشباب وقاعده بارتين أجبلنا صراحة وشجعتهم ترى أنا مالي دور فأمس أنا الله خير وأمس أنا الله خير قالوا أن المديرية من ابتداء من المدير العام حتى أصغر موقف يعملون ليل نهار يأمنون لنا الاحتياجات والمستلزمات هو تعب وجهد ولا يدرى عنه أقل القليل نقول لهم شكرا الرسالة للجميع ابتداء من المدير العام لأصغر موظف هذه بادرة ولا يبغى عليكم ولا على ترى مشاركة منهم